اوف اوف أنتم الآن اوف بعدما انتهت الرقية الشرعية، اوف اوف انتهت الجلسة، اوف لكن الإشكال هو أن عندما رأينا القوة التي كانت في اليد، اوف الآن اوف الأخت لا تستطيع تحرك لا رجليها ولا يديها، اوف 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 كأنه شال في يد فرجل. اوف حرك اوف اليد، اوف اوف خضري، حرك يديك، رجليك، ما تستطيع، اوف 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 ما تستطيع. إذا الآن هذه بس مسألة، ممكن لتعرف أن الرقية ليس لها وقت محدد، ممكن أن الجلسة تأخذ منك، أنت عندك في بالك يعني وقت معين وتحصل بك هذه الأشياء، فيقول لك أهل المريض رجله غير كامل، رجله كيف كان يعني خسرت موضع رجلها، فهم؟ يعني الآن هذه كما لاحظنا أخت ذهب نطقها وأخت ذهب بصرها، هذه الآن اليد، اليدين والرجلين، ما تستطيع أن تحرك لا يدين ولا رجلين. طيب هذه الأشياء حتى يفهم الناس حقيقة ما يقع عند الراقي، حتى يعرفوا أن الأمر ليس سهل. الآن هذه اليدين والرجلين، لأن كانت كلما كانت الرقية قوية، ولهذا نرى أن بعض الرقاة، لا أقول جميع، الرقاة فيهم خير، بعض الرقاة يتعمد يعني أنه يقرأ رقية خفيفة محددة معينة، وكفى الله من القتال، وكان لست بالشافي، أنا الشافي الله صحيح، لكن لا يريد أن يؤتي بجهد كبير حتى لا يقع في مثل هذه الأشياء التي ربما لا يحسن التعامل معها، أو ربما يتفاجئ بالأشياء ربما كان يجهلها، وهذه أشياء نعرفها كثيرا. أنا لا أرمي الإنسان بعينه أو فرض أو كذا، وإنما أعمي، فبعض الإخوة هداهم الله جزاهم الله خيرا على ما يقومون به، لكن لا يعرف، ربما قد يعرف مكان العقب لكن لا يريد أن يصل إليه. وفي هذه عندما عرف أنها النصارى، قرأنا آية النصارى وآية ملوك النصارى وسحر النصارى، فظهر إسلام النصرانية، وكيف يعني تعامل وكيف كان التأثير في اليد، كل هذا الشيء بفضل الله عز وجل، يعني ما نظهر لكم إلا اليسير اليسير مما نعيشه يوميا. والآن خارج القاعة الناس ينتظرون ولا يعرفون ماذا يقع في الداخل، يقول فقط هو تأخر وكذا وكذا وكذا، وإذا ذهبت يقول لماذا ذهبت، لكن لا يعرفون هذه الكواليس الآن، تعرفونها أنتم الآن، معنى كي تعيشوا ما يعيشه الراقي، ولكم ثقافة إن شاء الله، عندكم الآن ثقافة حية مباشرة حقيقية. قبل الآن حركي يديك، حركي اليدين، ما تقدرش، الرجلين ما تقدرش، لما؟ لأن كانت قوة الرقية الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى توفيق منك. الآن اسمعيني، الله أكبر، الله أكبر، اسمعوا، الله أكبر، الله أكبر من سحر الصليب، الله أكبر من سحر الصليب، الله أكبر من سحر قوة الصليب. تحركت اليد، لاحظوا الرقية فهم بفضل الله ذكاء، الرقية يكون فطن، وكذلك التجربة والممارسة والبحث بإذن الله تعالى. طيب الرجل تحرك، الرجل تحرك، هيا الأخرى كذلك بفضل الله عز وجل، هيا الأخرى كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، الأخرى كذلك، يبطل السحر قوة الصليب، يبطل يبطل. الآن لاحظوا الفرق، الله أكبر، الله أكبر، توحيد توحيد، الله أكبر. هذه أشياء تحتاج إلى شرح طويل صراحة حتى أبين ليش وكيف، وهذه الأشياء تحتاج إلى تأصيل أو دورات إن شاء الله تدريبية حتى يفقه الجميع إن شاء الله، الجن النصراني نقطة ضعفه وكيف وكيف، وهذه الرموز وهذه 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 وهذه، وأشياء كثيرة تحتاج إلى دورات. طيب بفضل الله عز وجل، الآن الآن اتركوا يدها، اسمعوني، اتركوا يدها طاعة لله، اتركوا يدها طاعة لله، اسمعوا، إما أن تتركوها أو يعذب ملوك سحر الصليب، إما أن تتركوا يد وإما يعذب ملوك سحر الصليب. أطلقوا اليد هيا حتى لا تعذب، أطلقوا اليد الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى، تطلق اليد هيا، أطلقوا اليد تصير عادية إن شاء الله، هيا هيا بإذن الله تعالى، هيا هيا أطلقوها عاد، أطلقوها عاد حتى لا تعذبوا إن شاء الله تعالى، أطلقوها عادي إن شاء الله،
لا، اليد الأولى والثانية، اليمين والشمال. هيا هيا بفضل الله سبحانه وتعالى. هيا هيا، جيد خلاص. الآن اطلقت اليد، الرجل، حركوا الرجل اليمنى والشمال. تحرك الرجل اليمين والشمال، حركوا الرجل اليمنى والشمال، أيقظوها. واليد والرجل الحمد لله في حركة ونشاط. يجب أن تأكد أن إن شاء الله تستيقظ وهي على هذه الحال، وإلا تحتاج إلى وقت أكثر. الآن تستيقظ بإذن الله، تفيق إن شاء الله، واليد والرجال الرجل إن شاء الله نشيطة وسليمة، ومعها أنتم على دراية ما تلون عليكم بما أظماكم تعملون عليه. من أسلم قد تحرر الخير والرشاد، ومن لم يسلم بعد فعليه أن يستقيم على دين الله. ملوك الجهل النصارى وخدام النصارى الآن أيقظوها طاعة الله عز وجل. بسم الله، الله أكبر، أيقظوها طاعة الله. الحمد لله. عادي صافي دابا فقط. يديك مزيانين؟ الحمد لله خير إن شاء الله. ماشي مشكل، هذا واجب. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.